تعافي اثنين دورة صيفية لعام دراسي 2021-2022. كانت هيدا الدورة بالحقيقة دورة كتير مثمرة وناجحة وإن شاء الله منعيدها. كيف ينموا قدراتهم ويعبوا عن مشاعرهم ويفضوا كل شيء جواتهم. بالفسحة أحلى هيدا السلة ساعدت كتير الطلاب من ناحية التفاعل بين بعضهم. الوسائل الموجودة فيهم كانت سهلة لحتى يتعاملوا مع بعضهم ومع اللغة العربية بطريقة إنه حببتهم بهيدا المادة. تفسيرها هو جرب أحيانا الأسماك معي. مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأقرأ لكم قصة أريد أخبي. على الشرفة، في المدرسة، في سيارة أبي، في بستان جدي. سألعب مع أخي أينما كنا وأينما ذهبنا. القراءة الجهرية أو من خلال الصندوق الفصحى أحلى، يعني ساعدت التلاميذ يكون عندهم مرونة بالتعليم وصاروا أفضل وأحسن. يعني بحب المدرسة كتير، المدام بتلعبنا أنشطة بالصف ورياضة بالملعب. الأشياء الإيجابية اللي شفناها بالدورة الصيفية انتقلت عند الأهل عالبيت، فالأهل كانوا يتلفنوا لي بعد الظهر بدهم يعرفوا نحن شو عم نعمل بهالدورة الصيفية لأولادهم عم بيروحوا هالقد عندهم هالسرور وهالفرح. عندنا تلميذة بصف الأول ما بتعرف شي، بلشنا من أول وجديد نحن وياها بالحرف، صارت هلأ تكتب جملة. كمان بالحلقة الثانية بالفرنسية تلميذ ما كان يعرف يحكي. كمان نتيجة أكيد برجع بقول للكتب اللي انحطت بالدورة الصيفية كان لها كتير تأثير على تقديم قدموا التلاميذ بهالمستوى.